لا جريدة اليوم. بالبداية رح نروح لنشوف وضع الزراعة مع إبراهيم ترشيشي رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع. أستاذ إبراهيم صباح الخير. بونجور. صباح الخير، خير لكم بيناتكم. بسم الله عليك، قداي عم تتأنق وقداي عم تطلع كتير حلو أستاذ عبده من وقت. تسلم تسلم من وقت لوقت. شكرا لك استاذ ابراهيم. اليوم بظل ما يحصل من ارتفاع بسعر صرف الليره بالنسبه للدولار، شو وضع الزراعه؟ لوين رايحين؟ اكيد من سيء الى أسوأ. طالما الدولار هو عم يطلع، كلفه الانتاج عماله تغلى، وقدره المواطن عماله تقل، ما بيعود يقدر يستطيع يلحق الكلفه تبع الانتاج. هيدي هو كبيرة بين المزارع وبين المستهلك اليومي. هلا في بادرة أمل مبينة هيك شوي بالأفق، حبينا نضوي عليها بهاليومين، وهي نعم اللي عم بيصير للقطاع الزراعي عبر وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد ومصرف لبنان. شوي البسيطين شوي أستاذ عبدو، شيء بسيط من الدعم هذا عامل أثر، حيبين ان شاء الله نتائجه ابتداء من 15/4 وما بعد. شو يعني بس استاذ ابراهيم، شو يعني رح يبين نتائجه؟ اليوم كل الناس عم تتشكى من ارتفاع اسعار الخضره والفواكه اللي هي ارتفاع جنوني ومش مقبول، وفي قصص بموسمها يعني وعم بتكون اسعارها خياليه. الاول شيء ليش هيدا الارتفاع؟ هيدي لنا جايه من برا ولا شيء، ليش هيدا الارتفاع؟ ثاني شيء كيف بده ينعكس خير؟ عم بيشتروا المواد الكيماوي على الدولار. بس بالتربيل الاسعار؟ لانه هاي مشكله الستات، وهيدي كل يوم المشكله، ما دامت الصبح للبيت كل يوم كل يوم كل يوم. شفت؟ اذا مره وحده هالقد بتنق. كيلو الكوسه وكيلو الكوسه وكيلو الخشب بهالقد وهيدي بهالقد وهيدي بهالقد، صدقيني بتقتلني انا وبالبيت. نعم. شو السبب؟ خير ان شاء الله. كل اللي عم تحكيه، كل اللي عم تتفضلي فيه، كله هذا مزبوط. هذا ارتفاع الاسعار الجنوني، هذا مش معقول وما بيقدر اي انسان يتحمله، بس هذا سببه اول شيء ارتفاع الدولار. ثاني الكبيره اللي عم يتكبدوها المزارعين، بعد قسم كبير من المزارعين بعدهم ما عاد خليهم يزرعوا، يعني هربوا من الزراعه، بالاضافه الى انه بدهم راس مال كبير، ما حدا واقف حدهم، ما حدا بيقدم لهم هذا الراس مال. بتعرفي البنوك مش بس يسلفوا، حجزوا مصاري بالبنوك، ما بقى في قروض مدعومه وميسره للمزارعين، ما بقى في تعامل بالشيكات. شركات مستلزمات الزراعية اللي بتدين المزارع بطلت تدين وبدها كلها كاش حقها، لأنه هي ما تدفع حق البضاعة كاش، كانت تجيبها باعتمادات من أول لست أشهر لسبعة أشهر. كل الأمور زاحت قسم كبير من المزارعين، ما عاد قدروا زرعوا، فبالتالي العرض بالأسواق قل. نعم. أوكي. لما هلأ نحن شو رح يصير بعد شهر؟ من هان نحن بنناشد معالي وزير الاقتصاد حكمية مصرف لبنان اليوم، بنقول انه اذا بيسرعوا بهالمعاملات يلي بعدها عالقه عندهم بالسماح انه انشرط دولار ب 3900 ليره للقطاع الزراعي، خاصة انه كان مظلوم القطاع الزراعي بالدعم، كان مظلوم على مرتين استاذ عبدو. نعم. انه ما اخذ حقه من الدعم، يعني اذا قلنا نحن في 6 مليار فاصل 7 مليار دولار ندعم فيهم اشي الثورة دي على لبنان، القطاع الزراعي اخذ منه كل القطاع الزراعي 60 مليون دولار، وهال 60 مليون دولار تقسموا 50 مليون دولار على الاعلاف والابقار و10 مليون دولار فقط لا غير على القطاع الزراعي كله، على المستلزمات الزراعية من اقصى الجنوب لاقصى الشمال مرورا الى الباع. لحديت اليوم يلي مدعموا ويلي وصلوا الدعم لايدهم هن 10 مليون دولار من اصل 6.7 مليار، يعني 0.01 تقريبا من قيمه الدعم اخذوا المزارعين من الدعم يلي عم نسمع فيه نحن بس بالسماء. هلا ترشد شوي الدعم،
شو عملوا انهم يدعموا المستلزمات الزراعيه هي الاسمنه والادويه والبذور؟ بنتمنى انه معالي وزير الاقتصاد يلتفت لهالنقطه ويعطيها شويه اهتمام، يعطيها افضليه انه يدعموا يستمروا بدعم الأسمدة والأدوية والبذور حتى تكتمل المعاملات كلها ونوصل إلى كلفة إنتاج ثابتة على الدولار، مش كل ما طلع الدولار بنقول كلفة الإنتاج تبعنا بدها ترتفع. لا اليوم اليوم أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم اليوم إذا ما يعني زادوا الكلفة أو زادوا الدعم شو رح يصير بالأسعار، خاصة قادمين على موسم زراعة جديد فصل الصيف؟ زاد الدعم، بدنا الدعم هو ذاته للمعاملات نفسهم يلي موجودين هلا بوزارة الاقتصاد عند حاكم مصرف لبنان بمصرف لبنان، هن المعاملات نفسهم يكتملوا حتى التجار ما يعودوا يتلاعبوا بالانواع ويقول لك هيدي مدعومه وهي مش مدعومه، هيدي مشي حالها معاملتي وهيدي ما بمشي حالها. في حال ما وقعوا هذه يعني الرسائل اللي انتم وديتوها، شو بده يصير؟ بدها ترتفع الاسعار؟ لا بنكون نحن هلا تقريبا نحن بنص المرحله الدعم، بنكون نص هيدا اللي كل المنيح اللي عملناه بنكون راح نزعان واكلهم التاجر وضحك على المزارعين وصار يقول لهم هيدي الكيماوي مش مدعومه وهيدي ما خلصت معاملتها بمصرف لبنان وهيدي راحت، يعني بنكون قضينا على ال 50% يلي بتشوفهم انهم منيح لحديت هلا ومتوقعين على اساسها انها تنزل الاسعار ابتداء من 25/4 وما بعد. كله استاذ عبده اللي بنحب ناكده على الصبح حتى ما نكون عم ننقبز انه على الاكيد اسعار كثير من المنتوجات الزراعيه حينخفض سعرها ابتداء من 25/4 يعني بعد شهر وما بعد. لا يعني شو بعد 40 يوم شو الاسباب؟ اسباب انه نحن هلا قسم كبير من المنتوجات عم نستورده من برا، كله هذا الخيار اللي بتشوف الخيار والبندوره كله مستورد والبطاطا والبصل والكل والثوم، بتقول لي كيلو الثوم ب 20,000 ليره بقول لك ايه مزبوط لانه هذا مش شغل لبناني، بس يطلع بس كان الانتاج اللبناني كان ب 6,000 وب 5,000 وب 3,000 نعم من 1/5 وما بعد بيطلع الثوم بيطلع الخس بيطلع البقدونس بيطلع الخيار بيطلع البندوره بتزيد الحراره بترتفع والكميات بتزيد اكثر بتنطاطي، لكن البيوت القليله يلي مزروعه يلي قدرت العالم تزرعها بتصير تعطي انتاج اكثر، بتصير نعتمد على الانتاج المحلي اكثر واكثر واكثر. بالتاكيد بدها تنزل اسعار، وبتعرف انكم بلش البطاطا بعكار بطاطا اللبنانيه ما بنعود نوصل، لكن نحن بانتظار 25 نيسان اذا الله رد لنشوف الوضع. بدنا نشكرك استاذ ابراهيم ترشيشي رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، شكرا لك.